حسين، صحي يا حبيبي يلا عشان ننزل نفطر. حسين كفايه نوم يا حسين، يلا بقى. وانت كمان نم وسيدك وعلي زي باباك، يلا عشان ناكل. ماما سليم، 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 اصحى يا حبيبي يلا. سليم، 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 احسان الحقني يا احسان. في ايه؟ سليم يلا اصحى. دي شهادة وفاة علشان تصريح الدفن. انت كان كويس لحد ما نايمين امبارح. معقولة فجأة كده؟ خليك مؤمن يا حبيبي، ده ده ربنا. أنا هروح أخلص الإجراءات. ما اخدتيش بالك انه كان تعبان؟ ما كانش في حاجه خالص، ما كانش في حاجه خالص يا روز، ما كانش في حاجه، ما كانش في حاجه خالص. ده مش ابني. ايه اللي انت بتقوله ده يا حسين؟ ده مش سليم يا حبيبي. ما تقولش كده. ده مش سليم يا امي، انا متاكد. ما ده مش سليم، امال يبقى مين؟ سليم كان في وشه خربوش صغير، ووشه ما كانش اصفر كده. ايوه يا حبيبي، الانسان بعد ما يموت لونه بيتغير. ده مش سليم، ده مش سليم. قبل ما ينام امبارح كان في وشه خربشه، انا متاكد. انا مش بخرف يا ابني. اهدى، مش كده، اهدى. ورد شافت الخربشه. حسين ورد، ورد، ايه ده؟ ده ايه ده؟ ابننا ورد. بس احنا كناش ينفع نقول دلوقتي ان ورد خلفت مني، عشان بس اسمها تهنم ما تعملليش مشكلة. هات ابني أمين. ده ابني ومحدش هياخده مني. السعي. هات ابني أمين. ابني عايش، سليم عايش. قلت لكم سليم عايش، ابني عايش. انا قلت لكم اللي في السرير ده مش ابني.
سيبني يا امينه اروح اجيب ابني. فهميني الاول، مش فاهم حاجه. افهمك ايه؟ افهمك ان ابني اتاخد من قدام عينك وانت ما عملتش حاجه؟ لا، حسام بيجي خد ادم من ايدينا ليه؟ وليه بيقول ان هو ابنه؟ وليه لما جه ياخده كنت واقفه اتفرج عليكي انك عارفه انه جاي ياخده؟ عشان مش اول مره يخطفوا مني ابني. خطفوا واحد ودلوقتي جايين يخطفوا التاني. خطفوا واحد؟ سليم وادهم عيالي. انا خلفت سليم قبل ما اخلف ادهم. سابوني انزف لحد ما انت دخلت عليا ولقيتني بولد في ادهم. مش انا. انا ما كدبتش عليك لما قلت لك ان اسمك كانت عايزه تاخد مني العيل. بس انا ما كنتش عارفه ان هي عايزه تديه الامان وعايزين يموتوني. قلت الاثنين هيكبروا قدام عيني ويتربوا في حضني. وهو واحد راح ودلوقتي التاني هيروح مني. واحد راح؟ واحد راح ازاي يعني؟ راح فيه؟ ادهم ابني ميت. مش فارقة، مش فارقة يا امين، صدقني الاثنين عيالك يا حبيبي. ادهم وسليم عيالك. ادهم مات؟ موتش مات؟ موتش ليه؟ موتش الاول عشان احميك ليه؟ ما انا قلت لك ان انا خفت، والله العظيم خفت، خفت عليك وخفت عليهم. وبعدين انا حتى خدامه لا راحت ولا جت، انا باخد اوامر وخلاص. انت لسه خدامه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي جد دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي مش خايف؟ انا مش خايفه وانت ما ينفعش تخاف. انت حقك عندهم مش سليم وبس، انت حقك اكبر من كده بكتير. انت صاحب اللوكاندا يا امين. ايوه انا عرفت الموضوع ده بعد جوازنا بشويه، ما كنتش عارفه اقول لك عشان خفت عليك. قلت اعملوا اللي عملوه فيك وانت ما تعرفش حاجه، امال لما يعرفوا ان انت عارف هيعملوا فيك ايه؟ عملوا ايه؟ انت اتجننت يا ولد؟ لا حضرتك على حالك اتجننت كمان؟ لا انا ما اتجننتش. انت مش مصدقني صح؟ في جواب مكتوب فيه ان انت وارث في اللوكاندا هنا زيك زي اخواتك. انت ابن ادهم حفظي، فؤاد عارف الكلام ده وشاف الجواب بعينه، امك كمان عارفه يا امين، امك كمان عارفه الكلام ده. امي؟ ما تضيعش حقك يا امين، انت صاحب اللوكاندا. أنا عارفة إن أي كلام هقوله لك
خليك تغفر لي اللي عرفته ولا تسامحني عليه. بس أنا عايزك تعرف أنا عمري ما كنت أتمنى أعمل فيك كده، بس أنا خفت. خفت تضيع مني، تتأثر بكلام مامتك لما تعرف إني مش حامل. مش هينفع بقى قوم تاني. انتي عارفة كويس انا قد ايه حبيتك، وعمري ما كنت عايش من غيرك سواء خلفنا او ما خلفناش. ما حسبتهاش كده، انا نفسي صدقت الحلم ده لما جه سليم، كنت حاسه ان هو ابننا فعلا. كدبتي عليا ليه من الاول وما صارحتنيش؟ خايفة ومهزوزة ومش عارفة أعمل إيه. ماما أكدت لي إن أنت ممكن تسيبني لما تعرف الحقيقة، ومامتك ما كانتش هتخليك تكمل حياتك من غير ما تبقى أب، وخصوصا معايا أنا. كنت هكدب عليها وأخبي، ما أنا ياما كدبت عليها عشان خاطرك. فعلا مش قادرة أتخيل، مش قادرة اتخيل انك عملتي فيا كده. انت ما تعرفش كان بيحصل لي ايه. كنت بتجنن وعصبي بتنهار كل يوم من كتر الضغط ومن كتر ما كنت حاسة بالذنب ناحيتك. مش عارفة انت ما تستاهلش نعمل فيك كده. العبره بالنتائج، والنتيجه النهائيه انك عملتي فيا كده. هونت عليكي مع انك عمرك ما هونتي عليا. انا بعت اخر ما املك بسببك. انا اعترفت على نفسي زور في قضيه قتل ما ارتكبتهاش عشانك. انا عارفه اني غلطت يا حسين. دي مش غلطة، دي خيانة. سامحني يا حسين. مش هقدر، مش هقدر، وعمري ما أعرف. انت قتلتي جوايا حب عمري ما أعرف أحبهولك تاني. عايزك تجمعي أي حاجة تخصني في أوضتك، تبعتها لي على هنا، بعد إذنك هتبذلي مجهود إني ما أشوفكيش تاني خالص، عشان أنا فعلا مش عايز أشوفك تاني من أول دلوقتي. حرام عليك يا حسين، ما تعملش فيها كده. اخرجي بره من فضلك. حسين أسفة. اخرجي، اخرجي. ايه اللي خلاكي تقرري تقولي له دلوقتي؟ ده موضوع طويل هقوله لك بعدين يا فؤاد. المهم ان انا دلوقتي قلقت عليه اكتر، انا كنت فاكره ان هو خدك معاه. اشمعنى قلتي له دلوقتي بالذات؟ وايه اللي خلاكي تقولي له من غير ما تقولي لي؟ ورد فهميني اللي حصل من غير لوع ولقم. ازاي قدرتوا تدبروا مؤامره زي دي على احسان؟ ازاي كنتوا متخيلين ان السر ده عايز يتخبى العمر كله؟ دول مش عبيد يا ماما. نازلي انا ما كنتش اعرف اي حاجه بخصوص الاتفاق ده، وعمري ما كنت هوافق على حاجه زي كده. انا عملت كل ده علشان اختك. يا حبيبتي انا فضلت طول عمري ادافع عن حقوقكم وشوف مصلحتكم،
وفلوسكم حياتكم. وانت شايفه ان حياتنا دلوقتي سعيده قوي، وان امال عايشه احلى لحظات عمرها، وان حقوقنا متقسمه صح. انتوا قادرين تحطوا راسكم على المخده وبالكم مرتاح؟ انا بقيت حاسه ان انا عايشه في وسط كدابين، كل واحد مخبي عليا ألف سر. لا طبعا. حتى انت يا مراد، ما انت كنت عارف ان امين اخويا وما قلتليش، وقعدتوا ترسموا ألف خطه ان السر ده عمره ما يتكشف. انتوا ظلمه، انا مش هسكت على الظلم. مخنوقة قوي، مش قادرة استحمل كل اللي بيحصل لي ده. مش قادرة اصدق ان دول اهلي، وان انا مجبرة وافق على اللي هما بيعملوه. مفيش حاجة تخليكي مجبرة توافقي. لا، في مليون حاجة. رغم ان انا رافضة اللي بيحصل ده، بس انا مش قادرة معذرهمش. مش قادرة معذرش امي ان بعد السنين دي كلها هي اكتشفت ان بابا كان متجوز عليها دادا سكينة، ولا ان هي دبرت مؤامرة البيبي دي كلها علشان تنقذ حياة امال. مش قادرة انكر ان مراد بيحبني، انا عارفة انه بيحبني، وان المبرر ورا كل حاجة هو بيعملها دلوقتي سببه انه بيحبني. هو اي مجرم في الدنيا بيعمل الجريمة بتاعته وبيقول ان المبرر الحب، وانت عارفة كويس قوي ان مراد مجرم. بعد كل اللي عرفناه عنه ده ولسه مش قادرين نفهم ده؟ ده غير اللي لسه ما عرفناهوش ويا عالم ايه هو. علي، انا مش قادره اتكلم في الموضوع ده خلاص، انا مش قادره اخوف ووجع اكتر من كده. انا كمان خايف عليك، واوعي تقولي لي ما تخافش عليا لاني مش هقدر. دلوقتي بعد ما مراد عرف ان انت مصممه انك ترجعي الامين حقه، تفتكري هيسيب الموضوع ده يحصل بالسهل؟ واحد شيطان زي ده كل تفكيره مؤذي، ممكن يعمل معاكي ايه؟ مش هعمل اي حاجه، مش عشان هو بيحبني، بس عشان مش هسمح لحد يعمل اي حاجه، ومش هشوف الحق غير من وجهه نظر نفسي. انا محتاجه لك قوي، ما بحسش ان انا قوي غير وانت جنبي. امال انا موجود هنا ليه؟ مش عشان ابقى جنبك؟ اقسم انا مش حاسس بنفسي، مش فاكر رجلي فايتني لفين بعد الدفن، ولا غبت قد ايه، ولا جيت هنا ازاي. معلش، هو اللي بيحصل ده برضه مش هين يا امين، فجأة كتير ورا بعض، في بني ادم يتحملها، ولا في بني ادم يقدر يفهمها، مش كده علي؟ كده صح. طب انت فاهم؟ والدة قالت لي كلام غريب قوي علي، وقالت لي انك فاهم الكلام ده وعارفه كويس. انا فعلا كنت عرفت الحكايه دي بالصدفه من فتره، بس كنت مستني الوقت المناسب عشان احكيها لك. ده كلام غريب قوي. غريب بس حقيقي يا امين. لا لا، وخيال مش حقيقه. لا حقيقه،
حتى لو كانت أغرب من الخيال. أنا حنشب. كان مرض عمال يدور في دماغي. أنا ما عرفتش حالي أبونا بتفهم. أنا مش فاهم أي حاجة. لا عشان خاطر ما تخافش يا أمين، أنا جنبك يا صاحبي. أنت كمان خايف علي ومش عارف تداري. عايز أنا ما أخافش بعد اللي عرفته. إحنا خايفين بس لازم نبطل نخاف. ما احنا مش هنعيش عمرنا كله خايفين يا امين. راح بقى فين؟ هوديه عند أمل هاني. رايحة فين؟ رايحة أقعد عند أمل كام يوم. محتاجة أكون معاها الفترة دي. هي ولا أنتِ؟ إحنا الاتنين. تسمع على خير. تمام. أدهم بيك أنا أبويا؟ دي قسيمة جوازنا، هتلاقي التاريخ فيها قبل تاريخ ميلادك بحوالي سنة ونص. أنا كنت محضرها لك عشان يوم ما تعرف اديها لك زي النهارده. ما قلتليش ليه؟ ليه سكت طول الفترة اللي فاتت دي؟ ازاي انت عليكم؟ عمرك عمرك ما هنت علينا يا امين، بالعكس انا كنت مستنية اليوم ده من يوم ما خلفتك. بس هو كان دايما يقول لي لازم نختار الوقت المناسب اللي نقول لك فيه. تلاتين سنة مستنيين الوقت المناسب؟ ولما مات ما قلتليش ليه؟ لأنه مات. مات وسابني من غير ما يقول لي أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. يعني هو اللي قالك تعملي كده فيا؟ قالك ربي ابننا مع الخدم؟ خليه يشتغل بلقمته؟ خليه يقوم لاخواته يا هوان؟ وفي الاخر يضحك في وشي ضحكه زياده ويديني فتفوتين زياده في الدرع عن اي خدام تاني وانا افرح وادعي له. هو راجل حنين وقلبه كبير.
أرض الظلم، ظلمني وظلمك وخلاك تظلمني معاه. مين بقى فتحي مناويش اللي هو المفروض يبقى ابويا ده؟ حد، اي حد اشترى اسمه عشان يعرف يطلع لك شهاده ميلاد. بس انا عمري ما اتجوزت حد غير ابوك. ادهم بيه يا اخت سكينه، ادهم بيه. انا عمري ما قلت لغيري ادهم بيه. هو انتوا ازاي ظلمه كده؟ وايه القسوه اللي انت كنت فيها على ورد دي؟ ما انت عملتي زيها اهو. لا يا امين، انا وادهم كنا بنحب بعض، اتجوزنا في السر لانه ما كانش يقدر يواجه عيلته ولا ابوه ولا المجتمع، كانت ظروفه كده. لكن عمره ما انكرك واعترف بيك ووعدني انه هيديلك حقك، وافى بوعده. الجواب ده مع قسيمة الجواز هيثبتوا حقك في كل حاجة، تمشي رافع راسك ويعوضك عن كل اللي فات. هعوضني عن ابويا يعني؟ يعني لما احب بعض انا ابويا لانه كنت بعض ادهم الله يرحمه، هحضن دي؟ كفاية بقى أمين، كفاية بقى، ما تظلموش. ده كان بيتعذب، كان قلبه بيوجعه لما بيشوفك قدامه وبيقدرش يحضنك زي ما أي أب بيحضن ابنه. بس غصب عنه مقدرش يواجه أهله، مقدرش يواجه اسمك. عارف ليه مقدرش؟ لأنه كان حنين، كان حنين قوي لدرجة انه ما كانش يقدر يكسر قلب حد. واللي انا فيه دلوقتي ده اسمه ايه؟ مش كسرة قلب؟ ما كانش قصده، ما كانش قصده يا امين. ابوك كان بيحبك. ارحم بيه، اسمه ادهم بيه، جوز اسمه ثاني، ابو جوز لي هلم وانا لي هلم. انا قلت برضو انك لسه ما نمتش. وانت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ يعني ساعات كده الليالي بتبقى تقيله وهمها طابع على نفس الواحد. انت بتقولي حكمه فاطمه؟ بركه فيك، مش انت اللي معلمني؟ مفيش حد بيعلم حد حاجه، الدنيا بتعلمنا كلنا. طب انا بقى الدنيا علمتني ان لما هم الليالي يبقى طابع على نفسي كده اعمل فيها قرد لحد ما كرشه النفس دي تروح. هو ينفع؟ ما كانش حد غلب. ما هو نفع ده. قعدت اقول لنفسي ايه يا بت يا فاطمه اللي هيشرح صدرك، واديني جيت ودورت عليك واديني لقيتك ونفسي ارتاحت. ان شاء الله هعرف انام الليله دي وانا ناسي قبضه الموت واليوم الضلمه اللي كلنا كنا عايشين النهارده. روح اللي هيشرح صدرك زي ما شرحت صدري. طيبة وقلبك أبيض يا فاطمة.
ومرحرح واسع قوي والله. بس الغريب انه ما يسعش الا حبيب واحد بس يقعد فيه كده ويبرطع وما يخرجش منه ابدا. بس هو يديله الفرصه. فاطمه قومي نام. طب وانت مش هتنام؟ لا مش دلوقتي، هقعد مع نفسي شويه. اقعد لوحدك، انا القعده معاك اكتر من كده اصلا خطر على صحتي. تصبح سعيد ومتهني. ليه 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 يا عين ليه ليه طال، ليه 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 يا عين دمع سال، يا عيوني حبيبي ليه هجروني ليه نام وانت تصحي يا عيوني ليه. لا لا عدا راهي صحت. ليه 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 يا بس رأي الصديق بلغ كلام الفرز اللي انت بتقوله ده. تمشي تروح فين؟ ها؟ وبعدين ايه حكايه تطلقها دي؟ عشان تطلقها يا حبيبي يعني هتريحها. انا عايزك تخليها على ذمتك، تسيبها معلقه كده زي البيت الواقف. وبعدين اقعدك معايا في اوضه احنا الاثنين مع بعض، لا هيريحني ولا هيريحك. يعني شوف لك اوضه تقعد فيها لوحدك، او لو عايز تقعد في اوضتك اطردها هي بره. اه خليها تروح عند امها ولا اختها يشيلوا همها ويسكنوها في ملكهم. صباح الخير. اهلا اهلا فخر هانم. مش شايفه يعني حد من عيله حفظي على الفطار؟ الحقيقه يعني ما خدناش بالنا. حضرتك فطرتي؟ من بدري، بس ممكن اعزمكم على قهوه. تعزمينا ايه؟ احنا الحقيقه بقينا خلاص صحاب ملك. تحب نضيفك بايه؟ هنفضل لغايه امتى في الوضع ده يا اسمه هانم؟ وضع ايه يا مرات؟ ما الاوضاع الجديده كتير. تلاقيك بتتكلم على احسان بركات شريكنا اللي محدد لنا مهله تنتهي النهارده علشان نقول له نصيبه قد ايه في الاوتيل. لا يا هاني، انا بتكلم على وضعي انا ونازلي. خلاص هتفضل قاعده عند امال طول الوقت؟ دي بتهرب مني يا هاني، مش عايزه تشوفني. هي ما بتعملش كده معاك انت لوحدك، بتتصرف كده معايا انا كمان. وبصراحة اكتر يا مراد انا قررت ان انا ما اتدخلش في حياة بناتي ولا مشاكلهم مع ازواجهم، بما ان انا بدمر لهم حياتهم. خلاص
ادخل. اتفضل يا متر. جلال شوكة المحامي. اهلا وسهلا. متر جاي يتكلم بخصوص موكله وحصته في ميراث عمي ادهم بحفظي. موكله؟ ايوه موكله. امين ادهم حفظي.